هذه الجبال طبيعة ساحرة وقمم شاهقة وقرى صغيرة. من الأرض يغرف المواطنون قوتهم، ومن التاريخ والجغرافيا يستمدون قوتهم. من هنا انطلقت أول أبجدية، ومن بحرها الكنعاني صدروا الحضارات القديمة إلى العالم. لكن الأزمة السورية أبت إلا أن تستبيح التاريخ والجغرافيا، فطرقت أبواب اللاذقية كما باقي سوريا. مراحل متعددة شهدتها المحافظة، لكن أحداث الأسبوع الأول من آب الحالي تخطت المسألة العسكرية. هنا حديث عن قتل وسبي وأشياء أخرى. ياسمين شاهدة، ابنة العاشرة من عمرها، أخذت من قريتها نباتة إلى سلمة، ومنها إلى تركيا، لكنها عادت. كيف وماذا حصل؟ تذكر شو اللي صار؟ أنت كنت بالضيعة؟ أيوة كنت أنا بالضيعة. كنا قاعدين متخبعين بمحل، فجأة أجوا ثلاثة وبلشوا تخرصص علينا. أختي تصاوبت لماما وأنتو، قال لا لحنا شو بدي بندبر حالنا. أختي ضلت على حضن أخوي ما كان يتركها من إيدها، وراحوا هني ونحن تخبينا ونجينا نحن وأختي راحت، ما عرفنا بعدنا عن شيء. بالأخير الله جمعنا فيها. أنتوا كيف نجيتوا وقت؟ أنا كنت متخباي، ضليت متخباي أنا وبنت عمي وأختي الصغيرة. أنا أخذت أختي الصغيرة معي، ما كنت أتركها معي، أخذت أختي الصغيرة وهربنا. طلعت أنا بشب من هنيك، وبعد منا حكيت مع بابا وتواصلت معه، وبعد منا اجتمعنا كلياتنا سوا وهربنا. وهلا كيف عرفتوا إنه أختك رجعت؟ الفضل لرب العالمين والعالم ساعدونا. لدينا قصة أخرى، فهي استطاعت الصمود 11 يوماً في غابات بلدتها الحنبوشية بعد أن هربت من المنزل في أثناء اقتحام المسلحين للقرية. بقيت هناك من دون مأكل أو مشرب حتى وصول الجيش السوري. شو اللي صار معه؟ والله الساعة 4 الصبح صحينا وعم يبكوا وعم يحكوا لنا بدنا نموت يا أختي بدنا نموت، لك شو صاير وشو؟ قال هجموا المسلحين على البيوت، على الأهالي، على البشر كله، على الأراضي. كنت حامل بالشهر التاسع، صوبت برصاصة بطلق ناري، أخذوا نسعفوا للمسلحين وخطفوا بعدها زوجي وبناتي، ما بعرف شي عنهم. أنت عندك ثلاث بنات؟ عندي ثلاث بنات، اثنين مخطوفين، بنتي الكبيرة ضاعت مننا بالحرش. بعد 11 يوم شاف الجيش، أنقذ الجيش. أنت بس وقت اللي خطفت ما كنت عارفة شي عن دينا وينها؟ لا ما كنت بعرف شي عن دينا لبعد تقريبا شي 3 شهور بعرف انه دينا عايش. طيب انت بوقتها ضليتي مع اولادك وزوجك ولا لا روحي لحالك؟ لا اخذوني انا لعند النسوان اللي كانوا خاطفينهم من عندنا من منطقتنا، بس زوجي وبناتي لي 3 سنوات ما بعرف شي عنهم. حتى بمرحلة الخطف انت ما نهائيا نهائيا بناتك؟ 2 صغار. شو كان اعمارهم بالصغر؟ الصغيرة 2 شام، وبعنا كان عمره 5 سنوات. أما الناجون فيروون قصصاً تبقى برسم مجتمعات ومؤسسات تعنى بالشأن الإنساني. صاروا يرشوا علينا بالرشاش، بعدها نزلوا ويسحب أخوي الصغير، بعدها تصاوب أبوه مش حطوا، أخذوا ابن عمي فوتوا بالبيت، أخذين لأخواتي. ضليت أنا بالسيارة أنا وأخوي، بعد شي صاروا يقوسوا علينا، بعد أنزلنا بالسيارة ورحنا تخبينا ببيت ابن عمي. وضلينا أنا وابن عمي، أنا وبنت عمي وأخوي وبنت عمي الثانية وستة بالبيت شي 2 ساعة. بعد صاروا يقوسوا علينا،
إجا أخوي تصاوى بظهره وبيكتفه. بعد صاروا يضربوا قزائع. أنت رحتي حامل، شو صار معك وقتها؟ رصاصة وين أصبتي وقتها؟ بساق اليسار بالفخذ، ضررت لي العصبة ومثل دمار بالقدم. بعد ما انخطفت بشي 5 أيام ولدت بعد قيصرية. شو صار معك؟ وين كنتوا؟ شو كيف مين اهتم فيك؟ مين عملها؟ النسوان اللي كانوا معنا عملوا العملية بالمشفى. وين؟ ما بعرف بالضبط، بس هالمشفى يمكن بإدلب اسمها اليمضي، كانوا أطباء بلا حدود، منظمة عالمية. أنت عرفتين الأطباء أجانب؟ إيه شفتهم، إنه نحكيهم ولابسين لباس مكتوب عليه أطباء بلا حدود. طيب وهول المنظمة ما جربوا يحكوك يخلوك تحكي مع حدا يساعدوك؟ حذرونا إنه ما ناخذ ونعطي مع حدا، ما نحكي شيء. مين حذر؟ المسلح. إنه شو ما سألونا ما نجاوب، إنه نحنا بنسلم، ما نحكي شيء عن قصتنا نهائيا، حتى ننزل عن وشنا ما كانوا يسمحوا لنا. يعني الأطباء عملوا لك العملية وما عرفوا إنك أنت مخطوفة؟ ما عرفوا. لا شفتهم وقت اللي اخذوا زوجي وبناتي. نفس المجموعه اللي اخذت؟ نفس المجموعه. طب بخلال 9 أشهر ما قدرتي باي حدا تتواصلي معه منهم؟ نهائيا. ضل اسالهم عن اولادي، بدي اولادي يقولوا لي هن مع مجموعه ثانيه، مع مخطوفين ثانيين، لسه عندهم مخطوفين ثانيين. رح نجيب لك اياهم. ما سمعت شيء عنه. مبسوطة إني شفت لدينا، وبنفس الوقت أنا ما كنت متمنى يطلع من الأسف، لأني رح أتفاجأ ما رح أشوف أولادي برا. كيف أنا إنه أطلع أولادي ما بعرف شي عنهم؟ لهلا في غصة بقلبي، ماني مبسوطة إني طلعت. كنت جوا بالأسر عايشة على أمل إنه رح أطلع أنا وأولادي. اليوم بدهم يجيبوا لي إياهن، بكرة بدهم يجيبوا لي إياهن، بس ما جابوا لي إياهن. أنت برأيك ليش ما جابوهم فعلا مع مجموعة ثانية؟ ما بعرف، احتمال يكون مع مجموعة ثانية لأنه فقد كتير عالم ما كانوا معنا. بداية الأزمة انتقلت زوجتي وأطفالي للازقية على الضيعة، كانوا أكثر أمان، وخصوصا أنه هون حي 86 كان يتعرض بشكل يومي لقذائف الهاون والصواريخ والسيارات المفخخة. بعام 2012 انفجرت السيارة بالشارع العام قدام الفرن، وراح عدة أشخاص ضحايا، بالإضافة لتهشم البيت والنوافذ والبيت اللي أنا ساكن فيه. فكانت الفكرة أنه لا ضلوا بالضيعة، يعني أنه كل أنا ضليت هون لأنه الوسيلة الوحيدة للحياة والعيش كان عندي أنا محل هون أدوات تجميل. فضليت أنا بالمحل وخليت الأولاد على أساس بمكان هني فيه بأمان. الله أكبر الله أكبر، لواء العاديات، تجمع ألوية أحفاد الرسول، اقتحام قرية بيت الشكوحي. الله أكبر الله أكبر. 11/8/2013. الله أكبر. يلا بسرعة بسرعة، مين اللي بعده؟ بسرعة بسرعة. الله أكبر الله أكبر. عاصر لواء العاديات، ربيت أحفاد الرسول، اقتحام قرية بيت شكوحي.
تحليق مكثف لطيران سي خوي. الله اكبر. بسرعه بسرعه بسرعه. الله اكبر. لواء العاديات تجمع الويت احفاد رسول. الله اكبر. الله اكبر. 11/3/2013 السيطرة على خريطة بيت الشكوحي الموالية للنظام. الله أكبر. الساعة 6 صباحا فقت أنا بالعادة فيق بكير، حاطط أنا موبايلي على الصامت، شفت 18 مكالمة لم يرد عليها. أول شي دقيت على زوجتي، صار يرن الموبايل ما حدا يرد علي، يعني عم يرن 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 عشرات المرات بدون أي رد. طبعاً ضليت كرر أنا الاتصالات، بيفتح الموبايل أحد المسلحين وبيسمعني صرخات الله أكبر الله أكبر، لقد تم احتلال قراكم. كان ردي له يا حبيبي يا عيوني يا قلبي، هدون أطفال هدون نساء، يعني أنت عمين انتصرت؟ مين هدون الأشخاص اللي انتصرت عليهم؟ جاوبني، أنا إنسان مدني، أنا خريج جامعة دمشق من عام 2000، لا تفكرني أنا السلطة معيشني برفاهية. أنا عايش ضمن حي 86 بحي ما في 1% من الشروط الصحية. ليش عم تضربني بحجارك؟ ليش عم تفكرني أنه أنا عايش برفاهية أكثر منك أو أنا محتل مكاني غيرك؟ أنا وأنت بنفس الوضع المادي المعيشي اللي أنت مفكر حالك. طبعا حكيت كتير وكان يسمعني وهو عم يصرخ الله أكبر، وعم اسمع بكاء زوجتي حد منه وبكاء الأطفال وإلى آخره. طبعا طلعت انا بنفس اليوم على الضيعه لاقرب نقطه فيني اطلع عليها هي جبال العرامه، وطلعت من هي الجبل باتجاه ضيعتي اللي اسمها بلوطه الصليب، ما شفت غير دخان وحرائق وشيء عم يحترق، يعني من الاشجار ومن الغابه، من كانوا في تبادل بين المسلحين وبين الجيش. الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني الآن تتقدم باتجاه السيطرة على هذه التلة بعد سيطرتهم على المناطق المجاورة وتحديدا في وطا عرامو في هذه المنطقة في الريف اللاذقية الشمالي. إذن بعد الصعود كل هذه المسافة حيث واجه الجيش يعني المسلحين المتمركزين في رأس هذه التلة، والآن يتوجه للسيطرة، هذه هي المرحلة الأخيرة هنا الرأس تقريبا، لا يزال يتواجد بعض القناصين ما يعيق حركة التقدم، ولكن الآن بعد إحضار الآليات العسكرية وتقدم العناصر كما يبدو في الصورة أمامنا، يبدو أن إحكام السيطرة على هذه النقطة التي ستتيح أهداف مستقبلية للجيش وقوات الدفاع الوطني في هذه القرى المحيطة أصبح قريبا جدا، ومن الممكن إذن خلال ساعات قليلة أن تنتهي المرحلة الأولى من هذه العملية. انتقل على العظم. لا لا انتقل على الجهة الثانية، صار بيت العظم. صحيح صحيح. ايه ماشي ماشي. معك ابو علي، ما اذا ما شايفينه ما ترموا. بين الجثث اللي تعرفت عليها هي جثة والدي واخي، طبعا استشهدوا 3 من اخوتي بالاضافه الى ابي وعمتي وبنات اختي،
وبيت خوالي، يعني الشهداء بحدود 60 شخص بالإضافة لخطف أطفالي الثلاثة جوا وجد وحنين، بالإضافة لزوجتي وبنتي لوجين، لأنه الناجي الوحيدة من هاي المجزرة كانت طفلة اسمها بتول سليم. قالت اجوا على بعد ما خطفونا الساعة الأولى الساعة 7 صباحا، فرزوا الأطفال على جهة والنساء على جهة، واتصلوا مع أحد القادي تبعهم قالوا نحن بإيدنا نساء مخطوفات شو نعمل، قالوا فورا صفيهم، فقام بإطلاق النار على كامل المجموعة الموجودة معه من النساء. حاولت بنتي لوجين اللي عمرها 12 سنة تطلع من الغرفة على أساس هي مع الأطفال، قال لا أنت كبيرة خليك. صارت الاتصالات تجينا من الخاطفين، مرة يطلبوا قادي الشيشانيين، بدنا ثلاثة قادي الشيشانيين مقابل أطفالكم ونسائكم. هل بأي وقت صار الاتصال؟ هذا بعد الشهر الأول من الخطف. الشهر الثاني الثالث صاروا يطلبوا أموال، طلبوا أنا مني 4 ملايين. قلت له أنا لو معي بس 100,000 ما كنت شفتني تركت بيتي وولادي وزوجتي وسكنت بالشام. أنا أمتلك 20,000 ليرة. بتحب أنه دور أشحد أو دور على جمعيات خيرية أو أبعرف، المهم شوف سبب أنه لملك ال4 ملايين أنا جاهز، بس أنا صدقا لا معي غير 20,000. قال لي ما ذنبي، تأمن 4 ملايين بيوصلوا لك أولادك لبيتك. قلت شو الضمانة، شو الضماني أنه بيضمن لي أنه فعلا أنك ترجع لي إياهم، لأنه أنا بعرف كتير ناس خطفت وبتزت أهالي المخطوفين وأخذت الأموال ورجعت لهم جثة أو ما رجعت لهم شيء أو قتلت اللي جايب الأموال لعندهم. قلت له شو بضمن لي؟ لأنه ما في ثقة فيكم أبدا. قال لي هذا الكلام نهائي عندي ولا تناقشني. كانوا بيتصلوا من أي أرقام؟ أرقام سورية؟ لا لا لا، 99% كانت أرقام تركية، بس اتصلوا من أرقام أحيانا أرقام اللي أخذوها من القرية نفسها، يعني من الضحايا المخطوفين أو الاستشهدوا. ابني وجد قالت لي اخته بعد ما طلعت انه قال لي إن الله لا يوفقكم قتلتوا امي، فطلعوا واحد ضل يضربه حتى عمل بتيابه، ضربه بعنف، واسمه هذا الشخص مجد، يعني حافظ حتى اسمه. بنفس الوقت يعني شيء احيانا بتحسي انه في ناس اجبرت على هذا العمل العدائي تجاه اخوته بالوطن، في حس انساني لدرجة انه عم يحكي لي، عم تحكي لي بنتي، قالت لي بابا في واحد صار يبكي علينا من الخاطفين، قالت لي بابا صار واحد يبكي علينا، واحد اخر صار يجيب لهم بالسر عن رفقاته يجيب لهم للاطفال بسكويت، يجيب لهم تياب لاولادي مثلا. فبتحسي انه هدول مو انه مشان ما نعمم هاي الحاله، في ناس دخلت بهاي بهاي العمليه مجبر، لانه كانت امام يا اما بتطلع معنا يا اما رح نقتلك. يلا شباب اتجمعوا، يلا 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 الحقوا 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 الحقوا.
في هذه المنطقة من الريف اللاذقية الشمالي وتحديدا في وطع رامو تستمر المعارك لإعادة استعادة السيطرة على هذه المناطق التي دخلوها منذ أسبوعين، وتستمر المعارك وتبدو في هذه الصورة حيث تجري المعارك حاليا في هذه الثلة. دخلت القوات السورية إلى المنطقة من محورين، أول الأهداف على لائحتها تحرير التلال المحيطة بالقرى، وأهم الصعوبات في تسلق التلال عمليات القنص التي تستهدف العناصر، ففي هذه الطبيعة تصبح المواجهة فردية، والسلاح الأبرز بعد التغطية النارية السلاح الفردي والمواجهة المباشرة. كانت الحصيلة بالفعل حصيلة كارثية، حيث وصل عدد الشهداء من المدنيين من النساء والأطفال إلى 129 شهيد. عدد المخطوفين الذين علمنا بوجودهم 106 مخطوفين، وكان عدد المفقودين الذين لم نعلم عنهم حتى الآن أي شيء 28 مفقودا. نحن بيتنا قتلوا كله، والدي عمره 90 سنة دبحوا من الخلف، عمتي ضريرة ما بتشوفنا نهائيا عمره 80 أكثر كمان دبحوها من رغبتها، مرتي الله يرحمها كمان ويرحم الشهداء جميعا ما شفتها، يعني تعرفت على جثتها يمكن بالأمن الجنائي هذا شيء من شعره ما بعرف كأنه هي أو ما هي. عندي خي ما شفنا له جثة نهائيا، مرت خي ما شفنا له جثة نهائيا، نسوان أخواتي ثلاثة كمان استشهدوا، انخطفوا أولاد الأربعة ولاد خي الثاني كلين ولاد خي الثالث، والله من ناشد العالم كله بس يرجعوا الباقيين، أقسم بالله العظيم عم نبكي عليهم دم، صدقي بالله عم أمشي ومعي تاكسي، والله كيف عم أمشي ما بعرف، والله جوزت، والله يعني اسمي ماشي بالدنيا، والله بطلب من الله إنه يشوفه طفلي صفات ابن خي عمره 4 سنين اقل 3 سنين قال عيلو عينه هذا ما عنده لا ام ولا بي، يعني اختي رحنا عضيو انا مقابر جماعي كلها تحت الارض
هيك شالحين بحرامات، يعني مو انه قابرين او كظاهرة الدين عليهم تراب، شيء ما بينجاف، والله ما بينجاف. شفنا ناس الراس لحاله دابحين انقطع الراس وقال كامل حاطينه على جلاب لجر لحاله، يعني شيء ما بينجاف. نحن انخطفنا من العيلة، 6 مخطوفين كنا و4 شهداء. شو صار ببناتك وينهم؟ كانوا معي. لما قالوا لنا انه بدهم يطالعونا يتفاوضوا علينا، ما رح يطلعوا غير المصابين واللي ما معهم اهاليهم. انا كنت من المصابين، ما بمشي بالمرة. انا قلت لهم ما بطلع، يا أنا وبناتي، أما بناتي يطلعوا أنا بضل، ما في مشكلة. هلأ بدك تطلع آخر شيء بالسلاح، بس وافقوا معي إنه يعطوني لصغيري. لصغيري هلأ هني قسموا العيلة بالنص، كنا نحن 6 مخطوفين، طالعوا 3 وتركوا 3 مشان نحن نضغط على الدولة. هني قالوا إيه؟ شو قالوا إنه الدولة تتفاوض معه تشوف طلباته، بس ما حدا عم يرد علينا. رجعوا طفلين، طفل وطفله بصفقة حمص، رجعوا 45، هني بالاصل 106 اشخاص. من ولادك ما رجع؟ بلا، رجع طفل وطفلة، الطفل عمره 6 سنوات والطفلة عمرها 10 سنوات، بعد سنة من عملية الخطف اللي قمنا. عملية حمص القديم. ايوه تماما. طيب بعد عندك بنتك يعني؟ طبعا. ما عاد في اتصال بعد، يعني ايمتى انقطع الاتصال اخر مرة؟ هلا ضل سنة تماما ما في اي اتصال، بعد سنة بجهود ناس خيرة، ما بعرف يعني كيف انه قبلوا هدول، عن طريق صحفية لبنانية كمان جابت لي تسجيل صوتي اللي بعتت لي على الواتساب لحنين ولبنت خالي انه هني بخير بس مرضانين وتعبانين. بنتي عم تعاني من الربو للاسف الشديد، يعني ما في اي علاج، عم يكسروا لها بصل يشمموها. يعني انا هي بتحكي لي بنتي بعد ما طلعت قالت لي كل ما جيت انا وبتربو يحطوا له بصل على انفه يفكروا انه ما تغمى من الحزن، وهي ما بيعرفوا انه في هذا مرض الربو عن طريق السالي الشديد ممكن تؤدي للاختناق وللاغماء. كانت في إمكانية لإطلاق المخطوفين أو أنه لا تجمدت نهائياً؟ جرت محاولة، أقول لك أثناء تشكيل اللجنة السابقة، لجنة متابعة مخطوفي ريف اللاذقية برئاسة السيد المحافظ، وبعد رحيله بفترة قصيرة كان هناك اتصالات من خلال السيد سمير الخطيب عضو مجلس الشعب، أجرى اتصالات مع مجموعة من الوجهاء في محافظة إدلب، وكان طلبهم مقابل إطلاق سراح المخطوفين الطبيبة تشيلي جيزيل كاربونا. الدكتورة هاي تشيلي كان زوجها يدعى أبو مصعب التونسي،
وفي عملية للجيش العربي السوري في محافظة إدلب تم استهدافه وقتله وتم اعتقال هذه الطبيبة. عندما تم نقل هذه الطبيبة من دمشق إلى إدلب لإجراء عملية التبادل مقابل جميع المخطوفين، إلا أنه في اللحظات الأخيرة وقبل اللحظات من إطلاق عملية التبادل سرب خبر إلى الجماعات المسلحة أن الدولة السورية يمكن أن تطلق لكم سراح 40 معتقل. فكان رد الجماعات المسلحة عندما سمعوا بهذا الخبر أننا نطلق سراح 15 امرأة أو طفل مقابل الطبيب جزيل، ولا كان الرفض من قبل جماعة المخابرات العسكرية في إدلب بالرفض، والدكتور سمير الخطيب باعتباره كان على رأس الملف رفض قاطع، لأنه حاولنا أنه نستدرك الموضوع لم نستطع استدراك الأمر وفشل المشروع في حينه. ودخلت وقتها الجماعات المسلحة إلى إدلب وتم اختطاف إدلب بالكامل بمن فيها. وقتلت أثناء العملية. على الأغلب يعني ليس لدي معلومات دقيقة عن مصير ما عاد على الإطلاق، لم يتم البحث بعد ذلك بهذا الموضوع. كل عمري عايش بالأجار بالشام، كان صار لي شهر ونص راجع على ضيعتي. أنا رجعت والطوّاد بالجيش وبرجع بقلب الطوّ على أبد لابدين كرمال أحمي أرضي وعرضي. نحن ما منحب نلوت إيدنا بالدم، بس سنين عم يجوا يدبحونا ويقتلونا. نحن يعني عن جد ما تعودنا، والله ما تعودنا نغتيل، وما فينا هيك صفات، بس عم يفوتوا على بيوتنا دبحونا، ما تركوا شيء بالدنيا بنزل بضيعتنا غير الأزور. ما بعرف شيء. رجع أصلا من أولادك اللي هن؟ رجع لي بنتين وصبي، والله ما مصدق شايفين، صدقي بالله العظيم إذا الهوى بيهمس عليهم بتضايق. يعني ما بقى أي إنسان بيحكي ديروا بالك، ما حدا يحكي معك، سبحان الله صار عندي ردة فعل. هينا بيخلوا لي غلط، بخلق الله ما غلط يا عمي، اللي شافوا ما حدا شافوا بالعالم. هلا الطفلة عند صغيري كانوا خاطفين عمرها سنة وشهرين، يعني السما كانت تطفاني، هلا تبكي احيانا لحالها والله لا شعوري. بتخلي يا بابا ايمت بدها تجي ماما سالي على اختها، هي ما انا امها، بتخلي ماما سالي لانه كانت هي تنطفه. بتخلي يا بابا والله يعني جاعوا كثير، كانت تنيم اخواتها بنتين، وحده عمرها 3 سنين وحده سنه وشهرين، تنيم على دياتها اثنيناتين. صف رابع كانت تغسل الانتابين عند الارهابي. عندي ابن خي حكى لي ابني قال لي يا بابا كانوا يجلدوه بسيخ الحديد على ظهره عمره 3 سنين، هذا القلع له وعينه يشلحوا من اول غرفه لاخر غرفه. ابوه مزارع، يعني ابوه مانو كمان بالجيش، ليش عم تعملوا هيك؟ شو ذنبه هذا الطفل؟ يعني سمعنا سمعات والله شيء بشيء بالراس. طلعوا بحالات نفسيه كثير مرعبه، كانوا يكوبسوا بالليل، طلعوا مع مرض الجرب، معهم قمل، معهم رعب من الشيء اللي صار. طبعا في اطباء اصدقائي اطباء نفسيين على جوهم قعدوا معهم، في اصدقاء اخذوا الرحلات، الجمعية البطريركية الارثوذكسية باللاذقية اخذتهم شي 10 ايام على مشتى الحلو، قامت طبعا بانشطة ترفيهية، موسيقى، مسرح، غناء، رقص، كتير فادتهم، كتير عوضتهم.
وفيني يقول أنه هلق إلى حد ما يعني صاروا أسوياء. كانوا يتصلون من خلال خط تركي، كان هناك الاتصالات يعني شبه حتى أعتقد أن من هذه خطة من قبل الجماعات المسلحة كي لا يعلم مكان وجودهم، فيقومون بالاتصال من خلال شريحة تركي. أنا أعتقد أنهم لا يزالوا في الأراضي السورية ولم يغادروها على الإطلاق منذ لحظة اختطافهم إلى الآن. لكن كان في حالة البنت الصغيرة اللي رجعت عبر الحدود ورجعت بوقتها؟ ياسمين شحادي هي هذه حالة حصلت بعد حوالي شهر من المجزرة التي ارتكبت في القرى من خلال أحد الأشخاص الأتراك الذي النواب الأتراك نعم علم بها بوجودها في أحد المشافي التركية، وقد نقلت لحالتها الصعبة، نقلوها الجماعات المسلحة لأنها كانت أصيبت بطلق وحتى أنها كانوا قد أخاطوا جرحها بشريط من الشريط الفولاذ أو أيوة تماما. هاي الحالة صارت عملية إطلاق سراحها من خلال النائب التركي، تم الاتصال مع جماعة في اللاذقية وإطلاق سراحها تماما. ما في بقية صارت مثل ما قلت لك 44 واحد، أربعة منهم أطلق عليه عملية تحرير من قبل الدفاع الوطني في سوريا، وكانوا عبارة عن ثلاث نسوة مسنات أعمارهم تتجاوز 80. أما الأربعين تم تحريرهم في إطار صفقة حمص القديمة. كيف رجعوا بعملية التبادل؟ رجعوا بمصالحة حمص القديمة هيك سمعنا، واستلمناهن على مفرق الزبار، والله كان واصل صوتي من الزبار على اللاذقية، يعني خبرني أستاذ هوني قال لي في مخطوفين يمكن يرجعوا، أقسم بالله العظيم ما في 10 دقائق كنت بالبلد كنت واصل على المفرق، والله ألوي صارت تخاف مني، بطير فوق البشر، إنه يا عالم دخيل كنت جايين مخطوفين، لكن قالوا لي اثنين اثنين قلت والله لي أولاد، قال يمكن صرت أسهل سيادة المحافظ قبل دخيلك اللي برجع، خلي والله ما بعرف. شوي تاني عندي طفلي كنت متعلق فيه كتير، من أول ما خطفت قتلن هي الطفلي بدها تنباع، اسمها الليمار، أقسم بالله أول اسم هذولي فيها أنا والله نسيت أولادي، كنت فوق السيارة المصالحة يا الله وين الليمار، إنه الليمار جاء نسيت أولادي هذوك، قاموا عم ينزلوين بالسيارة اللي جات تبادل، يا الله ينبهي والله بنتي بس ما أنا بنتي حمل طبيعة عضمي هي في جباها بس ما أنا هي قاسي الأشارة جرباني مرضاني رجعاني عضام ما عرفت يعني ما أنا بنتي بس يا الله بتجباها حمل طبيعة عضمي ولا أني أنا ما بعرف الصبي جاي قالوا لك لا لي جاي ولد ولا الصبي بيقول لي بابا يا الله دخيلك سالم جاي حملته بيد الثاني صاروا اثنين بحضني بيبوس فيني ابني عرفته بيقول لي بابا شمس شمس لما قال لي شمس قلت يا الله بدي احمل ثلاثتي قالوا لي تبع الهلال نحن بنحمل قلت له دخيلك خاف سيخطفوها مره ثانيه دخيلك اعطيني اياها قال لي لا تخاف هن صاروا بامان والحمد لله رب العالمين جبناهن على المشفى ومن المشفى جبناهن على بيتنا ظلت اختهم سألتكم ظلت والله سألت كثير يعني ما تركنا واحد بالعالم بالرحلة عنده إلا الرحلة لعنده وآخر شيء اختصرنا هون نطلع ما على شيء بس ما نطالب فيه صاروا أحيانا يقطعوا لنا الطريق أحيانا أنتوا رجعين لك يا أخي ما نطالب بولادنا يعني محترامي لك يا أنسيات نحافظ أحيانا بقى يقابلنا We'll be right back.
يعني اشتهينا انه الاعلام يحكي عنه. بعد ما طلعنا هلا يومين ثلاثه ضجت القصه انه في عمليه تبادل، بعدها ولا حدا حكى فيه. يعني احنا طلعنا 40 شخص، ضل 54 ولا حدا طالب فيهم ولا حدا ذكر اسم. وجهته للاعلام هلا ايه، واذا حدا يعمل معنا مقابله بس نقول انه بدنا من الدوله تفاوض، يقولوا مثلا المقابل تابع المقابله كلها، بس اخر شيء الجمله اللي نحن نطلبها تنحذف. نحن يعني هذا اللي بدنا، نحن رفضنا نطلع على الاعلام يعني ضلينا سنه ونص لانه نحن متهددين خايفين على اولادكم. اني حاتصلوا فيك شي مره بعد التحقيق؟ كل شهر، من الشهر الثامن 2015 ما عاد حكوا. للأسف الشديد عملنا اعتصامين، طلع المحافظ يقول لنا أنا ما بإيدي شيء ولا رح أعمل لكم شيء، وناطرين الانفراج الدولي. طيب أنا بناشد كل المنظمات بالعالم الإنسانية، هدول صار لهم ثلاث سنوات نسوا اللغة، نسوا الحروف، تحولوا لكتل جامدة. أنا هاي بعد ثلاث سنوات كيف بدي أحسن أرجع أتعامل مع طفلي صار له ثلاث سنوات مخطوفي مثلا بنتي؟ كيف بدي أحسن أرجع ابني هاي الطفلة اللي شافت القتل والموت والرعب؟ طيب معقولي ما في حل لستة وخمسين طفل؟ كل شيء في حلول بالمنطقة عم تصير، عاجزين أنه نعمل حل لهدول الأطفال؟ ليش ما صارت مثلا على نفس الصفقة اللي صارت بحمص، صفقة دارية، ليش ما بنربط اطلاق المسلحين الموجودين بدارية مع اطفالنا؟ او هلق صفقة المعظمين اللي رح تصير، ليش ما نربط ملف الراهبات بملف المخطوفين بريف اللاذقية؟ هاي التساؤلات بدنا نضل نسألها حتى يطلعوا اطفالنا، لانه نحن ما رح ننساهم ولا رح نسامح كل واحد بينساه. يعني آخر اتصال جرى بين المخطوفين وزويهم كان في شهر 12 2015، يعني منذ حوالي 8 أشهر لم يتم أي اتصال. يعني طبعا نحكي نحن عن بدء العملية العسكرية بريف اللاذقية، صح؟ هذا بيأكد الموضوع اللي قلته إنه هني موجودين بالريف وبالتالي هني اليوم وضعهم مش مستقر. تماما. أنا يعني من خلال العمليات التي جرت لتحرير ريف اللاذقية تم إبعادهم إلى مناطق ريف إدلب والتي هي بعيدة عن القصف. أختي ما بقى ما يستقبلونا، يعني أختي بتسألين ما بقى بيسكروا الباب بوجهك، ما حدا بقى ما يرد علينا نهائيا. يعني لان كان مسؤول لان كان ولا ممكن في ناس مع احترامي كان لما تصوروا يمكن يتضايقوا، ليش تتضايقوا؟ اقتلوني احسن ما عيشتي انا. ما شو يعني اقسم بالله اختي موتنا احسن من وجودنا نحن. طيب هلا ليش عايشين؟ يعني نحن اغلى ما عندنا خسرنا، انا بي اهلي اخواتي كلنا خسرناهن، على اي اساس نحن عايشين هلا بهالدنيا؟ ورغم هالشيء اللي استشهد الله يرحمه ويرحم الشهداء جميعا، بس اللي عايش طفل طفل طفل، يعني انا ما بعرف.